بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله مع التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بسورة صحيحة. لا نمد هذه الكلمات خطأ. مثال ذلك: عم يتساءلون. من الخطأ أن تقول عم يتساءلون، عم يتساءلون خطأ. الصح عم يتساءلون. فيما أنت من ذكراها خطأ. فيما أنت، فيما أنت هذا خطأ. فيما أنت، فيما أنت هذا الصح. كلا لما يقض ما أمره هذا الصح. يقض ما أمره، والخطأ يقض ما أمره خطأ. يقض ما أمره. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية الصح. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ينتهي لنسفعا، ينتهي لنسفعا الخطأ. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ينتهي لنسفعا بالناصية هذا خطأ. مثال آخر: فصل لربك وانحر هذا الصح. فصل لربك وانحر الخطأ. فصل لربك وانحر هذا خطأ. فصل لربك وانحر. مثال آخر: لم تقولون ما لا تفعلون هذا الصح. لم تقولون والخطأ لما تقولون ما لا تفعلون. لما تقولون ما لا تفعلون هذا خطأ. مثال آخر: فبما تبشرون هذا الصح. فبما تبشرون الخطأ. فبما تبشرون، فبما تبشرون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم دريد إبراهيم أبو مريم، أدمن صفحة التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بسورة صحيحة.